الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. عرضه 3 مرات من أوله إلى آخره يسأله عنه، ولهذا اعتمد البخاري في صحيحه على تفسير مجاهد، نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومجاهد أخذ التأويل عن ابن عباس. هذا الذي قصده البخاري. نعم، حرصهم على المعرفة وعلى العمل والعلم، فإذا فمجاهد تعلم أخذ العلم من كتاب الله، ما هو من الفلسفة ولا من العقول ولا من غيرها، وهكذا السلف. نعم. على أهل الحديث قصرت حبي، فما لسواهم حب بقلبي.